الأشواط الأولى الرئيسية في صباح هذا اليوم. أذكر السادة المشاهدين الكرام مع انطلاقة هذا الشوط الرئيسي بأن برنامجنا الصباحي لهذا اليوم عبارة عن إقامة 27 شوط. هذا هو ثاني أشواط هذه الفترة الصباحية، وكما نعلم جميعا بأن انطلاقة هذا السباق الرمضاني هي في الفترة الصباحية في هذه الأجواء الجميلة. فشكرا للجنة المنظمة لسباقات الهجر على اختيار هذا الوقت المناسب جدا للمشاركين في مثل هذا الشهر الفضيل. عموما وهن الفائزين في الشوط الماضي، ونتجه أيضا لمعرفة ما يدور من أمور في أول أشواط القعدان وأقواها بل أعتاها في صباح هذا اليوم. الشوط المفتوح الخاص باللقاية القعدان مقدمة الشوط، ومن يحتل المركز الأول كيف، مرحبا بكيف لجبر بن جاسم بن ربيع الكواري على مقدمة الشوط صاحب إنجازات هذا المشارك في هذا الموسم. بينما المركز الثاني الباسل يصل على المركز الثاني، تعود ملكيته لسعيد بن علي بن سعيد بن رايه المري مع المركز الثاني. ننتقل للمركز الثالث يا ابو بخيت، يصل هايش لمحمد بن علي بن قريع الامبراطور، يصل شعاره مع هايش على المركز الثالث. بينما المركز الرابع يصل مهند لراشد بن عبد الله بن عبد الله المغرز على المركز الرابع. بينما المركز الخامس يصل فيه دليل لناصر بن سالم بن ناصر آل حفيظ على المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم للمراكز المتقدمة الأولى في هذا النداء الأول وفي هذا الشوط الأول الخاص بالقعدان اللقاية. وكيف على مقدمة الشوط، على الصدارة كيف بشعار جبر بن جاسم بن ربيع الكواري، أيضا متحكما ومسيطرا على زمام الأمور في أول انطلاقة هذا الشوط وفي أمتاره الأولى. بن ربيعة قدم في يوم الأمس الكثير والكثير وحاز على نقاط رئيسية وأيضا فاز بالفارس ونافس مع العديد من الأسماء التي شاركت في يوم الأمس. اليوم يبحث عن اختطاف نقطة رئيسية في ميدان الشحانية. هذا هو كيف جبر بن جاسم بن ربيع الكواري على مقدمة الشوط. شعار بن راية يصل على المركز الثاني مقدما الباسل. من يستبسل في هذا الحضور وفي هذا الانطلاق ويشمر عن عضدي بهذه الانطلاقة، هذا هو الباسل على المركز الثاني. المركز الثالث تحرك مهند راشد بن عبد الله بن عبد الله المغرز على المركز الثالث. المركز الرابع يصل شعار الامبراطور مع هايش في هذه اللحظات لمحمد بن علي بن قريع مع المركز الرابع. المركز الخامس تسلل في المركز الخامس وانطلق هنا دليل ناصر بن سالم بن ناصر بن حفيظ، وهملول يقترب من دائرة النداء. مرحبا بهملول صاحب انجازات في هذا الموسم، صاحب اشواط رئيسية، صاحب جوائز ايضا قيمة في هذا الموسم. يصل ويقترب مع شعار فاران بن عتيق بن قريع على المركز اللي يقترب من الخامس. في هذه اللحظات ترى بالعين المجردة نعود الى مقدمة الشوط. كيف على مقدمة الشوط، كيف يسيطر على كل هذه الأعداد وعلى كل هذا الكم الموجود في هذا الشوط، والكيف الموجود كم من وكيف في أقوى أشواط القعدان في هذه الأجواء الرائعة جدا للمنافسة. مثل ما يقولون جو توقيت وجو تيم وأجواء رائعة ومنافسة أيضا ما بين هذه الشعارات الحاضرة والمتواجدة. نعود إلى كيف، من يسيطر على كل هذه الأعداد في هذا الشوط الرئيسي في أقوى أشواط اللقاية القعدان اليوم. يلا يا بن ربيعة حافظ على هذه المقدمة. شعار جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري من الشعارات الكبيرة ومن الشعارات العملاقة، وهو داعم أيضا لهذا الشعار بالمشترى بالإنتاج بتحسين السلالات في العزبة بالإنتاج المميز. ولكن هذا الشوط مفتوح يا جبر، نتمنى لك التوفيق. إن لم يكن لإخوانك المضمرين
المنتظرين المغامرين والحاضرين في هذا الشوط الرئيسي. أقوى أشواط اللقاية، ما زال كيف يحتل الصدارة ويبتعد كيف عن بقية المنافسين، صاحب نقاط عديدة كيف في هذا الموسم. رحبت بكيف، رحبت به عندما لمحت في بداية هذا النداء لمعرفتي وعلمي بمخزون الاحتياطي إن لم يكن للإصابة تأثير في انطلاقته، وهذا المشش إن لم يكن له تأثير على مستواه فإنه يوعد بالربيع اليوم بهذا الحضور المشرف في أقوى أشواط اللقاية 1500 متر. وكيف على مقدمة الشوط شعر بالراية من الشعارات الكبرى والخطيرة في هذا العالم الساحر، عالم الأقوياء والبقاء للأقوى دائما في مثل هذه الأشواط الرئيسية. بالراية يصل في هذه اللحظات، يصل ويقدم لنا الباسل على المركز الثاني في هذه اللحظات. سعيد بن علي بن راية المركز الثالث، تحرك مهند، راشد بن عبد الله المغرز مع المركز الثالث، يقدم مهند بشكله الجميل وبأدائه الممتاز. تنفرد أيها الأعزاء الثلاثة المراكز الأولى لتقترب من الكيلومتر الأخير. المركز الرابع، يلا يا ابن حفيظ، يلا يا ابن حفيظ، يصل دليل ناصر بن سالم بن ناصر بن حفيظ وهملول بن قريع ينضم إلى هذه المنافسة الصعبة. هملول يصل مع عتيق بن فاران بن عتيق بن قريع على المركز الخامس. نعود إلى مقدمة الشوط لنفتتح الكيلو متر الأخير وافتتحناه قبل قليل. كيف والباسل، كيف والباسل، أخذ الباسل يغادر ويبادر بالمركز الأول وبانتزاعه وافتكاكه. سعيد بن علي بن راية يقدم الباسل على المركز الأول، الباسل الباسل، ولكن كيف العصا كانها تسلم على الغارب الأصيل. كيف وإنجازاته، كيف وسجلاته، كيف حضروه في الشوط المفتوح، يبغونه بالربيعة، يبغى الشوط المفتوح، ولكن بالراية له كلام وله رأي في هذا الشوط الرئيسي. تحرك الباسل وتحرك كيف، طارت القعدان، يا سلام أبناء السيح، أبناء ميدان السيح طاروا بالشوط المفتوح، طاروا بالشوط الرئيسي. شعار بالراية، هذا هو شعار بالراية، إذا حضر في الأشواط الرئيسية لابد أن يكون له حضور وكلام في مثل هذه الأشواط. سلام بالراية، سلام، أهنيك على هذا المستوى الممتاز، وتهنية من مخرج هذا السباق محمد بن خزينة لسعيد بن علي بن راية على انتزاعه هذا الشوط، والتهاني لراشد بن علي بن راية. سلام يا الباسل، سلام الباسل الباسل الباسل، يضرب بيد من حديد على أقوى أشواط القعدان. سلام يا الباسل، سلام، وتوقيت ممتاز ربما يصمد في هذا اليوم. تهانينا والناموس. المركز الثاني كيف، جبر بن جاسم بن ربيع الكواري. المركز الثالث، نايد لمحمد بن محمد بن سعيد النابت. المركز الرابع دليل ناصر بن سالم بن ناصر بن حفيظ. المركز الخامس وصل فيه مهند لراشد بن عبد الله بن عبد الله المغرز. تهانينا والناموس لكل الفائزين. والباسل يختطف هذا الشوط بعرض لافت وبعرض جميل وينتزع رئيسي اللقاية القعدان انتزاعا، فتهانينا والناموس لمالك الباسل سعيد بن علي بن راية المري، وتهانينا لراشد بن علي بن راية على هذا الفوز الصباحي بهذا الشوط الرئيسي. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق. إذن التوقيت الزمني للحظة وصول الباسل 7:34 و36 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسعيد بن علي بن راية المري على انتزاع الباسل لهذا الشوط الرئيسي. المركز الثاني اللي ما قصر كيف، وأيضا كفيت ووفيت يا كيف، قطع المسافة في 7:39 68 جزء من الثانية. التهاني والناموس لجبر بن جاسم بن ربيع الكواري، وتهانينا لجاسم بن ربيع الكواري على حضور هذا الشعار في هذا اليوم ويوم الأمس. المركز الثالث نايد ما قصر، قطع المسافة في 7:41 81 جزء من الثانية. التهاني والناموس لمحمد بن محمد بن سعيد النابت على انتزاعه لهذا الشوط الرئيسي، وتهانينا وناموس لكل